المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما هام شنال. جسبا إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وفي تمام عن جميع السيدات وعن جميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي دائما هام شنال. الفيديو ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بتكبير الصدر بواسطة الفازلين. نتو كتارات صراحة اللي طلبتو مني وصفات للتكبير ووصفات لتصغير الصدر، واكيد ان شاء الله في فيديوهات قديمه نجيكم بوصفات لتصغير الصدر. اليوم معنا هذه الوصفه للتكبير كما قريتم بالعنوان بالفازلين. كما كنعرفوا الفازلين قدمت لكم في عده فيديوهات على القناه ديالي، الفيديوهات راهم موجودين في القناه، ممكن يعني تقلبوا عليهم الا بغيتوا تفرجوا فيهم وتستفدوا منهم اكيد ان شاء الله. فكما كتعرفوا الفازلين عنده فوائد كثيره بزاف، وقدمتها لكم بامال دو فوا يعني عده مرات في القناه لتكبير الصدر، كل مره كنديرها لكم بمكونات مختلفه باش حتى اللي ما عجبكمش دوك المكونات او لا عندكم حساسيه منهم اكيد كيكونوا مكونات ثانويه، والفازلين كيبقى مكون رئيسي لتكبير الصدر، فيعجبكم مكونات اخرين ان شاء الله. فكنتمنى تعجبكم، الى عجبتكم واستفدتوا منها ما تبخلوش علينا باللايك، اشتراككم في القناه، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبارطاجيو الفيديو مع الحبيبات والصديقات ديالكم في ليكو واتساب وفي ليكو فيسبوك، واش ان شاء الله تعمل فائده للجميع. ايضا الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخليو لينا النتيجه ولا النتائج ديالكم، كيف جاتكم الوصفه واش عجبتكم ولا لا. على بركه الله نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه ثم طريقه التحضير ثم طريقه الاستعمال. وغادي نبدا باول مكون معنا في هذه الوصفه اللي هو الشبه، بودره مسحوقه ومغربله مزيان. بالنسبه للشبه عندها بزاف ديال الفوائد لتكبير الصدر اكيد. ثاني مكون هو الفازلين، هو مكون رئيسي معنا في هذه الوصفه. بالنسبه للفازلين ممكن اختيار اي فازلين موجود في البيت او في المنزل، ولكن كيبقى على حسب النوعيه ديال البشره ديالكم. اللي عندكم بشره عاديه عملوا غير الفازلين العادي، عندكم بشره اللي هي حساسه جافه عملوا الفازلين اللي كيتباع في صيدليه ولا في لي بارافارماسي، يعني كيكون طبي اكثر واكثر. اخر مكون هو زيت الزيتون، ممكن تعوضه بزيت الحلبه، حتى زيت الحلبه مفيد جدا لتكبير الصدر. دونك هادو هما المكونات البنات، يعني ساهلين مهلين بساط ورخاص متنوع للجميع. الشبه غير هو الشبه راه كتكون حجره، يعني فاش كتاخذوها من عند العطار ولا من عند العشاب كتكون حجره، من بعد كتجيبوها وكتدكوها في المهراز، ومن ورا ما كتدكوها في المهراز كتسحقوها وتهربلوها وكتصبح عندكم بهذا الشكل هذا كما وريتكم في السابق. فعلى بركه الله بعد ما تعرفنا على المكونات ندوزو لطريقه التحضير وطريقه الاستعمال. ناخذ ملعقه ديال الشبه ونضيفوها للفازلين، نحاولوا نخلطوا الكل. غادي نضيف قبل ما نخلط زيت الزيتون ولا زيت الحلبه اذا متوفر عندكم.
تحاولوا نخلطوا الوصفة مزيان. مرة غادي نزيد نضيف كونتيتي اخرى ديال الشبة. ونضيف زيت الزيتون. ومن بعد كتصبح لنا الوصفه بهذا الشكل هذا، يعني كريميه. غادي نحيدوها من هاد يعني فين قدمناها وفين عملناها، نعملوها في واحد العلبه بلاستيكيه ولا زجاجيه باش كل ليله قبل ما نعسو نبقاو ندهنوا بها منطقه الصدر ديالنا بالكامل، وحنا كنعملوا مساج خفيف ظريف للمنطقه ديال الصدر. بالنسبه للمساج الوقت ديالو كيتراوح ما بين يعني 15 دقيقه او اكثر على حساب نتوما والوقت اللي كيناسب كل سيده. راه هو دائما نحاولوا نعملوا مساج خفيف ظريف، يعني ماشي ندلكوا الصدر ديالنا بواحد الشكل اللي يسبب لنا حساسيه او حبوب او احمرار. فدائما نعملوا مساج غير خفيف ظريف لمنطقة الصدر يوميا قبل ما ننعسو، وهكذا غنكونوا حصلنا على النتائج زوينه بزاف. لانه بزاف السيدات ما كيداوموش على الوصفه ودائما كيسولوني اسئله كثيره وما يمكنش ليا نجاوب عليها كامله، يعني كتسولوني على علاش الوصفه ما نجحتش معنا، علاش ما صدقاتش معنا. فإلا عملتوا هاد الخطوات اللي ذكرت منذ بدايه الفيديو حتى الاخير ديالو فكونوا متاكدين ان الوصفه غتصدق معكم مليون بالمئة. غير اعملوها يوميا قبل ما تنعسو، سواء في الصباح سواء في الليل، غير وكان بالليل يكون افضل ويكون احسن. مي الا بغيتوا تعملوها في وقت اخر مثلا فاكيد لو شوا دائما كيبقى لكم، غير هي عملوها يوميا لمده ديال اسبوع وغادي تكتشفوا ان شاء الله النتيجه بالانفس ديالكم. يعني صدر اللي هو بدون ترهلات واي دم كبير، خصوصا السيدات اللي كيقلبوا على الصدر الكبير بدون ترهلات. في فيديوهات قادمه غنجيكم يعني بوصفات لتصغير الصدر بالنسبه للسيدات اللي كيقلبوا على الصدر الصغير. دونك دائما شوا كيختلف من سيده الى اخرى شنو كيبغيو. فتلبيه لطلباتكم اكيد انا نعمل لكم اي وصفه بغيتو. نشكركم على حسن المتابعه لهاد الفيديو، ودائما ما نحاولوش نمشيو للحاجه الصناعيه، دائما نمشيو للحاجات اللي هما طبيعيين 100% بحال هكذا. يعني وصفه طبيعيه فيها الفازلين، فيها زيت الحلبه ولا زيت الزيتون، وايضا الشبه، يعني بين الوصفات اللي مفيدين جدا للجسم ديالنا. ما نمشيوش دائما للحاجات الصناعيه اللي يقدروا يسببوا لنا مشاكل واضرار.
دونك هادشي اللي كاين، نتمنى هاد الوصفه نالت الاعجاب ديالكم، حتى النصائح اللي عطيتكم اللي هما خفاف ظرف اكيد حتى هما ينالوا الاعجاب ديالكم. نشكركم دوري على حسن المتابعه، ونقول لكم نشوفكم ان شاء الله في البروشين فيديو. خليت لكم الراحه والهنا، والسلام عليكم حتى الفيديو جديد.